فيديو اليوم غادي يكون فيديو نوعا ما مختلف عن الفيديوهات اللي كندير لكم. مسحه غادي يكون فيديو رده فعلي على اعلان زين رمضان. تفرجت في الفيديو هذا ودابا غادي نحاول نقلب على التفاصيل اللي فيه وانا كنتفرج معكم نتوما وغادي نشوفوا كيفاش هذا الشيء وكيفاش داروا ليه. فريمون انا راه غنتسطر. نو بسم الله دابا نبداو الفيديو. الحاجه الوحيده اللي عجبتني في الفيديو هذا هي داك الوليد الزوين. كيوت كيوت سيدي الرئيس رمضان كريم وانت مدعو على الافطار اذا وجدت بيتي في الدمار وعادت امي من الطابور بخبز ترامب ترامب في الاعلان ديال زين. واش هو ولا ماشي هو الله اعلم. نقولوا احنا قلبوا على الشبه مثلا في الوجه ولا داروا ليه بيروك ولا شي حاجه. الفورمه ديال ترامب وانا مازال ما بغيتش تدخل ليا زعما واش يقدروا يكونوا هما جابوا ترامب. ما عرفتش المهم كملت الاخر ديال الفيديو. وقلب مكسور دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا أنام. صوته نكمل الفيديو. كلما أغمضت عيني أسمع هاد خونا هذا ما عرفش سميتو ديال دوك ما عرفش سميتو. هاد خونا هذا فريد ما جابو هو نقولو هذا كيشبه ليه جابو تا هو غلاد وكيشبه ليه شويه من وجهه. واش هما ولا ماشي هما راسي غيتفرقع ما عرفتش واش هما ولا ماشي هما ما عرفتش. سريري دخان ونار ويخرج الخوف من باب الدولاب وتبكي الأغاني وتنزف الألعاب. سيد الرئيس تنزف الألعاب. سيد الرئيس نحن الهاربون نحن المبعدون نحن المذنبون نحن المتهمون بالعبادة بالعبادة المحكومون شنقا بالإبادة الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة بالشهادة. سيدي الرئيس بلاتي نزومي على هاد على هاد السيد هما الرئيس السيد الرئيس و ملا نقولو داير ليه ماسك مثلا يقدروا يكونوا داير ليه ماسك ولكن ما بان لي انا حتى شي حاجه فيها الماسك في هادشي هذا ما عرفتش. انا غنتسطى مع هاد الاعلان هذا ما عرفتش كيفاش داروا ليه. فريمون نكمل الفيديو. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يا ليت. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يا ليت. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين
انا ما بالي والو، انا ما بالي والو، عيد ندقق على تفاصيل صغار اللي يخليهم ينتيق باللي راه ماشي هما وما لقيتهمش. ودابا تنفكر راسي ضرني، تخيلوا عمر شي فيديو دار في هاد الحاله هادي، حتى هاد الفيديو هذا زعما اللي مصوب الفيديو اللي وقف عليه راه جام والله حتى جام. لنفترض كانوا هما، كيفاش قدروا يجيبوا هاد الرؤساء الكبار؟ كيفاش قدروا يجيبوهم؟ انا ما بغيتش تدخل لي راسي. واللي زادوا باش زادوا طلعوا هاد الفيديو هذا وهاد الاعلان هو داك الدري الصغير، جابوه صوته زوين وهو كيوت. والله الا ريسبكت لخونا اللي صوب هاد الفيديو اللي وقف عليه والطاقم هذا اللي وقف على هاد الفيديو، والله الا ريسبكت. وبغيت منكم حاجه وحده، حيت انا راسي غير بق حيت ما عرفت حتى شي معلومه على هادشي، وعيت نقلب واش هما ولا ماشي هما، ما كنلقى حتى شي معلومه، فهمتوا؟ ما عرفت شنو، ما عرفت. الا كانت عندكم، الا شي واحد فيكم عنده شي معلومه على هاد الفيديو هذا يكتبها لتحت في لي كومونتير دابا، ويلا حاول يقنعني غادي ندير ليه جادور، ندير ليه قلب جادور. ولا كنتو عارفين شي حد من الاصدقاء ديالكم ولا شي واحد عارف شي معلومه على هذا الفيديو هذا ولا على هذا الاعلان، يبارطاجي ليه الفيديو ويعاوني حتى هو في لي كومونتير، حيت مازال راسي ما بغاش يستوعب هذا الاعلان هذا كيفاش داروا ليه. لنفترض كاع جابوا، ما فهمت ما فهمت، هذا لا هذا لا. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب وتبارطاجيوه مع الناس اللي عارفين. وبهذا غادي نكون وصلنا لنهايه لا فيديو، الى الفيديو القادم. قلقلق.